من الدكتورة فريدة طنوس وناتالي نصر الله يتفضلوا على المسرح ويقدموا جائزة تميز خاصة لممثل لبناني وصل للعالمية. مساء الخير. اختاروا لتجسيد دور النبي إبراهيم في الفيلم التاريخي الهوليوودي His Only Son اللي أطلعه نجم في سماء العالمية. مساء الخير هيلدا، مساء الخير للجمهور ولكل اللي عم يحضرونا على شاشة الـ LBCI. هالتجربة الخارجة عن المألوف أثرت فيه على الصعيدين المهني والروحي. جايزة تميز خاصة للممثل اللبناني اللي وصل للعالمية نيكولا معوض. Magician. He says we are to go to Moriah, you and I, and make a sacrifice to him there. We haven't even a son. We will. Everyone's blind until their eyes are opened. Take me! بونسوار. ميرسي للميراكس، لدكتور زاهي وفادي حلو، ميرسي للـ LBC ولكل شخص اشتغل لحتى هالحفل يكون هيك الليلة. بدي أشكر الله على نعمه الكتيرة بحياتي وعلى الأشخاص يلي بعت لي إياهم لحتى يكونوا واقفين حدي بالأيام الصعبة يلي هي أكتر بكتير من الأيام الحلوة بمهنتنا. بدي أشكر لبنان، الناس اللي بتحبني بلبنان والوطن العربي، وما في ما أذكر مرحلة كتير مهمة بحياتي بلشت من 7 سنين لما نقلت على مصر. فبدي أشكر مصر لاحتضانها إلي وشعب مصر يلي ولا نهار من وقتها لهلا إلا ما حسسوني أنا واحد منهم. ولكل حدا اختار مهنة التمثيل بدي أقول له طبيعي تقطع بظروف كتير صعبة نفسياً ومادياً ومعنوياً. أنا قطعت بكل هول وأسوأ، وكتير حسيت أوقات أنه البواب عم تسكر بوجهي. بس كون أكيد إنه يلي بيشتغل لهالمهنة بشغف وبنية صافية أكيد بيوصل. Thank you. الممثل نيكولا معوض ألف مبروك.